مش حاجة غريبة ان اعمال كتير عملتها وكنت بتموت في اخر العمل؟ يعني مثلا اتقتلت في نهاية فيلم الجزيرة، اتقتلت اظن في فيلم الوعد، واتقتلت في نهاية فيلم الفرح، واتقتلت في فيلم وش سجون، واتقتلت في فيلم صندوق الدنيا. ايه الحكاية؟ هما بيختاروني دايما في ادوار اللي هي بيبقى مثلا فيها عنف او كده وبتاع، ف الدراما بتتوجب كده يعني، بس ما عنديش مشكلة يعني. يعني في الجزيرة مثلا، الجزيرة ده عشان كان هيبقى فيه جزء تاني، وانا لو موجود كلهم كانوا يقعدوا في البيت يعني. ليه؟ اشطر واحد انا، اشطر من السقا بكتير طبعا. هو في حتة فموتوك. وانا في حتة يعني، فموتوك موتوني. غريب قوي. مقصود يعني جدا. ما كلمتش مع شريف عرفة؟ ما قلتلوش ليه؟ كلمت بقى السقا نفسه، قال لك ايه؟ لا الجزيرة شريف عرفة ده على دماغنا يعني، بس كان في فيلم تاني اسمه ابراهيم الابيض، شالوا دوري تقريبا. ليه؟ عشان كده، عشان بقول لك وجودي كان هيعمل قلق يعني. لما يكون عندي ممثل كويس بالعكس انا استفيد من وجوده ومش اشيل. بالظبط. طب ليه بقى انت بتكلمني انا؟ لا انا بسأل، تفسيرك انت ايه؟ والله ما عارف، انا عملت دور اكتر من رائع في ابراهيم الابيض دوت، ومن الدور السابع بنط من الدور السابع، وكان في ريسك جامد يعني. وبعد رحت بقى ساعه الافتتاح لقيت كله اتقصر. كان في احمد رزق اصلا مشي خالص من الفيلم، ما ظهرش ولا لقطه. مين اللي بيعمل ده؟ مين اللي ممكن يعمله ده؟ هل النجم يملك ان هو يشيل من المسلسل والله او يشيل من الفيلم او يشيل من ادوار؟ انا رايي، انا قلت احمد سقا. طب ليه احمد سقا عمل ده معاك؟ بتحب تقول له ايه النهارده؟ بقول له ازيك تحياتي يا حبيبي. مش زعلان؟ هزعل ليه؟ بقول خسران. مندهش، لان المفترض الفنان بيشعر بقوته لما بيكون حواليه فنانين اقوياء، والسقا فنان قوي. ايه اللي يقلقه من وجودك في الجزيره او في؟ ما اعرفش، اساله. ما سالتوش انت؟ انت سالت؟ سالته طبعا. قال لك ايه؟ قال لي انا مش مسؤول عن اي حاجه، انت عارف احمد لذيذ طيب يعني، انا مش مع مالي، هو انا المخرج وانا المنتج كده يعني. سالت المخرج؟ قال لك ايه؟ قال لي ال ايه جرافيك ما ظبطش. هو كان مشهد معقد جدا، انا بتخانق انا والسقا، وبعدين بقع من الدور السابع بمسك ونقعد نقول ديالوج وبعدين اقع. فقال لي الجرافيك ما ظبطش. اسمه مروان حامد، هو ابن وحيد حامد الاستاذ الكبير. مروان مخرج كبير. ما يعني وعمل لي عماره يعقوبيان كان رائع، بس في ابراهيم الابيض يعني ما كانش. طب انا سالتك وقلت لك هل في حد قبل كده تامر ضدك او اثر؟ دي ما بلاش مؤامره. لما المخرج يقول لك في جرافيك ما ظبطش اقول له ايه؟ انا مش بتكلم على الواقعه دي تحديدا، لكن لما تقول لي انك انت موتوك في فيلم الجزيره عشان خاطر ما تكملش الجزء الثاني. موتوك، ما دي تسميها ايه؟ بس هم ساعتها ما كانش برضو متوقعين يبقى جزء تاني يعني، برضو ما كانش حد متوقع ان احنا هنعمل النجاح ده، او ان حسن اللي انا عملته هيعمل الرد الفعل ده. انا عايزك تنزل الصعيد وتسال على الجزيره يقول لك حسن، مش هيقول لك احمد السقا، هيقول لك حسن ومحمود ياسين يعني. حسن هو دوت رد فعل الناس، مش انت بتسال ولا؟ اكيد بسال. طيب تكلمني ليه بقى؟ انت شايل جواك على فكره. عايز اقول لك حاجه بقى، طبعا انت عمال تحط لي بوكر فيس وجواك في حاجات المفترض انها تطلع وانت مانعها انها تطلع. طب ليه؟ ما هي دي بقول لك بيبقى في مشاكل، انت بتعمل عمل يعني. انا اول مره اسمع الكلام ده وما سمعتوش حتى في الصحافه او في الاعلام، فده معنى كده انك انت من الناس الكتومه يعني بتشيل. لا بس انا بس الفكره ان انت حبيبي. هو بيرد عليا حبيبي يعني، وانا ما اقدرش اخبى عنك حاجه. انت بتبقى متوقع ان انت نازل في شغل حلو وضرب السموكن بقى والبوبيون وراح تعمل الافتتاح، فتلاقي تليفون جاي لك خلي بالك المشاهد بتاعتك شالت، فطبعا تتجنن. الشعور ده جوه الفنان لما يشعر ان هو صور وبذل مجهود يعني. انا اذكر كان في ريسك، بقول لك في افلام زمان لما يجي كان مثلا يتشال مشهد ممثل. انا راجل حياتي كلها في الانتاج السينمائي وعايش التفاصيل دي من سنين طويله يعني، مع نجوم كبار وكل الاجيال تقريبا يعني. السؤال لما كان نجم كبير يتشال له مشهد كان يسال اتشال ليه، ويكلم المخرج، وكان يبدو لا احنا يوم العرض. يوم العرض يعني فضلوا عاملين لي المفاجاه لغايه يوم العرض. احنا هنعرض في الاوبرا، كنا
فاتصلوا بيا قالوا لي، ما رحتش طبعا العرض وزعلت جدا لما عرفت ان دورك اتشال في الجزيره. لا ما كانش الجزيره، كان ابراهيم الابيض 2009 2010 حاجه زي كده. هو السقا برضه، بس ده معناه في مشكله بينك وبين السقا خالص. ده صاحبي خالص جدا وراجل لطيف جدا، وهو فعلا مش مسؤول لان هو ممثل في النهايه. امال مين المسؤول؟ المخرج والسقا.